كابتن علاء، يسعدنا ان احنا نقدم لحضرتك درع قناه الاهلي على المشوار الرائع والمسيره الطويله من الانجازات. زي ما قلنا ان حضرتك يعني كنت لعيب كبير وايضا كنت مدرب كبير وصاحب بصمات. الله يخليك يا كابتن اسامه، متشكر ولفته ظريفه جدا. ويعني انا مش عايز اقول لك، قناه الاهلي بالنسبه لي من القنوات المفضله ليا. وبشكرك وبشكر جميع العاملين بقناه النادي الاهلي، وانا سعيد جدا بجد يعني. واحنا الاسعد تسمح لنا برضو يعني تمضينا على يعني تيشيرت برنامج رد الجميل لقناه الاهلي. اتفضل. مهما عملنا قليل وهوج اليوم اللي فيه ليكون رد الجميل. الجمله دي او معلقه معايا من وانا بلعب سنة حاجة وثمانين. دايما بتكتب مرة يعني واحد بيقول لي اكتب. وبعدين كنت قبليها بيوم شفت كابتن محمود الخطيب بيكتبها. لزقت معايا من 84 لغاية دلوقتي. قولها لنا بقى. مع رقة تحيات واجمل امنيات. كان دايما محمود الخطيب كنت اكتب. فده بتاع على نبي خلاص. برضو وكرة برنامجنا رد الجميل. فرحتونا كتير مهما عملنا. أرق التحيات وأجمل الأمنيات، كابتن علاء نبيل رقم 7. شكرا كابتن علاء. شكرا كابتن سامي. تفضل. شكرا كابتن.